السلام عليكم. دي حاله يعني بقى هي بس الديمونستريشن بتاعها ان هو يعني ما هياش كومن فيري اجريسيف بروجريشن لبنون بونكوجينيك كارسينوما. احنا شايفين ده الاولد ستادي كانت عامله بيت سي تي سكان وده السي تي بتاع البات. كان طبعا زي ما احنا شايفين ان فيها ليفت لينجولا بارا هايلر ريجولار سوفت تيشو ماس، وكانت يعني الى حد ما يعني مودريت سايزد او يعني نوت سو لارج زي ما هنشوف الجديد بتاعها. وكانت طبعا قريبه من ميديستاينم وعامله انكيسنج للبونكاي وكلام زي كده. بس هنشوف ان ديتيلز بقى في الفحص الجديد اللي هو معمول بالكونتراست. زي ما احنا شايفين الماس enlarged in size significantly enlarged in size. هي كانت قبل كده 5.5 في تقريبا يعني الافريج سايز بتاعها، يمكن هنا باسنج ال 8 9 سنتي. وكمان لها برود ميديستاينال بيز انفلتريشن انفلتريتنج بيز يعني انكيسنج الليفت مين بالمونري ارتري زي ما احنا شايفين، وستيل بيتنت صحيح بس طبعا انكيست والبرانشز بتاعته اتنويتد زي ما يعني السكند وثيرد اوردر برانشز بعد كده زي ما احنا شايفين في اللينجولا ماركتلي اتنويتد، وطبعا البرونكيال انكيسمنت زي ما احنا شايفين. الاهم بقى من ده كله احنا يعني هي دي اللي انا عارضها علشانها، شايفين الماس بروجريسنج انتو ذا ميديستاينم زي ما احنا شايفين في تيل لايك سوفت تيشو كومبوننت لانترا كاردياك اكستنشن زي ما احنا شايفين، وعامل هيوج سايزد ليفت اتريال ثرومبس زي ما احنا شايفين كده، دي نيو بلاستيك ليفت اتريال ثرومبس زي ما احنا شايفين. ماس اهي الماس كلها والماس اكستندنج انتو ذا ميديستاينم تمام، وكمان انفيدنج الليفت اتريوم وعامله سايزابل طبعا سوفت تيشو انترا اتريال سايزابل سوفت تيشو ماس ليجن ريبريزنتنج ان دي برونكوجينيك كارسينوما انفلتريتنج الليفت اتريوم وعامله لنا مالجننت ثرومبس وزين ذا ليفت اتريوم. وكمان طبعا من الساينز اوف اجريشن لو بصينا على اللانج ويندو بتاعها هي طبعا والعيان في باك جراوند للسنتروبلر انفيزيما زي ما احنا شايفين انها كمان فيها ريجنال ارتيكلونودولار انترستيشال اوباستي بتاع طبعا ريجنال لينفنجايتس كارسيناتوز سبريد، فطبعا دي فيري اجريسيف برونكوجينيك كارسينوما. اي ثينك دي واحده من يعني من الساينس النهائي يعني اللي انا حبيت اعرضها علشان الديمونستريشن بتاع المالجنانت انفيجن اوف ذا ليفت اتريوم، وان دي مالجنانت ثرومبس وزين ذا ليفت اتريوم كاكستنشن من البرايمري تيومر ان في فيها فعلا ادفانسد كورس. دي شكرا.